أخبار اليوم. هل التوبة الواجبة مثلا بالنسبة لعملية الإجهاد عن طريق حضرتك، هل يعني ندمان عليها أو أو أو, أو في حالة ندم مثلا من اللي فات مثلا مع الجهاد وكده كوضعك الحالي مثلا ميسر بالنسبة لأن أنت تتحدث وأن أنت تتحرك وهكذا، هل ده التوبة للرجوع للحق فيها يعني نسيها؟ لا، هو أقول لحضرتك على حاجة، إحنا رحنا نحارب في أفغانستان على مدار سنوات، كانت الحرب ضد الروس في أفغانستان، وبعدين رجعنا من أفغانستان تم اعتقالنا، وسبب رجوعنا من أفغانستان انتشار الفكر التكفيري في الجماعات الموجودة هناك. فلما تم اعتقالنا عدد المعتقلين في السجون بقى في ازدياد مستمر ومحدش بيخرج، واحنا لو زي الناس بيقولوا ان احنا عملنا المراجعات دي من اجل الخروج من السجن، احنا عملنا المراجعات بعد ما قعدنا في السجن 15 سنة. لو انت عاوز تخرج كنت عملتها من الاول، ولكن احنا وجدنا اعداد كبيرة جدا متواجدة في السجن وبتعتنق فكرة التكفير، خاصة تفجيرات شرم الشيخ ودهب اللي عملوها بتوع السيناء اللي هم كان اسمهم الاول التوحيد والجهاد ودلوقتي اسمهم انصار بيت المقدس. فاحنا عرضنا على الحكومة او الامن ان احنا نعمل جلسات توعية للشباب التكفيري اللي موجود حاليا في السجون، اعدادهم وصلت ل 18. كان سنة كام؟ احنا بدأنا العرض دوت سنة 2005. فالامن وافق ان احنا نقعد نعمل جلسات لمراجعة هذه الافكار التكفيرية. انتهت هذه اللقاءات والمراجعات في حوالي 2007، وطورنا الرد على الفكر التكفيري الى تفعيل هذه البرامج اللي استمرت سنتين في اخراج الشباب من الفكر التكفيري الى الفكر المعتدل. انا كنت مسؤول عن 4200 اخ ينتمون لتنظيم الجهاد، تمكنت من جذب او ضم 3500 وتبقى حوالي 700 واحد او 600 واحد لم يتركوا الفكر التكفيري. فانا طلبت من الادارة عزل الناس اللي تركت الفكر التكفيري عن الناس اللي ما تركتش الفكر التكفيري، فوافق. وبعدين في تفعيل بقى هذه التوعية، انا جلست مع الاخوة وقلت لهم انتوا لما تخرجوا هتحاربوا الحكومة، هتشيلوا سلاح يعني وترجعوا تحاربوا الحكومة، ولا خلاص انتوا الموضوع ده سبتوه؟ قال لا، احنا الموضوع ده سبناه. قلت لهم طب ليه ما نعملش مصالحة مع النظام؟ وبدأت فكرة ان احنا نطرح مصالحة مع النظام على اساس ان الناس دي خلاص رجعت عن الفكر التكفيري، والناس دي عاوزة تخرج بقالها سنين طويلة في السجون. الناس دي عندهم عائلات واسر ومشاكل اجتماعية جامدة ومش هتعرف تحلها الا بخروج هذا الرجل. يعني لا مساعدات هتكفيهم ولا اي حاجة هتكفيهم، وكنا بنعتقل اعتقالات مفتوحة، يعني ما فيش سقف انت هتعتقل قد ايه. انا ساعتها كان بقالي 16 سنة في السجن معتقل. واتفقت مع الامن على اخراج الناس، يبدأ بإخراج الدفعات اللي هي رجعت عن فكرها عشان التانيين ما يشمتوش فيهم، يقولوا لهم انتوا عملتوا كل حاجة. وفعلا الأمن بدأ يخرج الناس، خرج للجماعة الإسلامية 16,000 وخرج للجهاد 3,000. وأنا اللي كنت بقود المراجعات دي ما خرجتش على معايا، أنا خرجت بعد الثورة بعد إطاحها بحسن مبارك. فده سبب ان احنا عملنا المراجعات، وسبب ان احنا انتشار الفكر التكفيري في الجماعات الجهادية اكتر مما كنا فيه. احنا كنا فيه كانوا يدوب بيقولك الحاكم كافر مش عارف ايه كافر، انما احنا لما بقينا نقابل الناس اللي جاية من بره ونقابلهم في السجون لقيناهم بيكفروا كل حاجة، كفروا الشعب وكفروا الجيش وكفروا الشرطة، لقينا الكوارث يعني. وناقشناهم، ومن خلال هذه المناقشة اقتنع 3,000 اللي كانوا معايا 3,500. فأنا حبيت أفعل هذا الاقتناع إلى أن يستثمروا ويطلعوا بره.
وفضلنا على هذا الحال لحد ما تم الافراج على 3500 واحد، وطبقت حوالي 700-800 استمروا على الفكر التكفيري وبيعوا محمد الظواهري من جوه السجن امير ليهم، وخرجوا بعد الثوره مع الاخوان، الاخوان خرجوهم افرجوا عنهم، وهم دول نواه انصار بيت المقدس اللي في السجن. بالنسبه للوضع الحالي في سيناء، هل القيادة السياسية أو الرئيس السيسي والجيش نفذ القضاء على نسبة كام من الإرهاب اللي موجود في سيناء في وجهة نظرك؟ بص، الجماعات اللي في سيناء دي جماعات يعني بتستهدف مصر وبينفق عليها جامد. حادثة كرم القواديس اللي هجموا فيها 15 نقطة ارتكاز أمنية بحوالي 300 مقاتل، كان منهم 70 واحد جايين من حماس في التو واللحظة، دخلوا من الأنفاق وفي التو واللحظة شاركوا بتو. فهذه الجماعات كان يستمر دعمها ماديا ولوجستيا وبشريا، وكانت هتستفحل لولا ان استمرار الضربات الاستباقية عجزها، انا ما بقولش يقضي عليها بس عجزها عن مواصلة مخططها في المنطقة، وبدأت دلوقتي عبارة عن شرازم متفرقة الجيش بيتتبعها، لو غفل عنها لحظة هتعيد بناء نفسها تاني لأنها مدعومة من الخارج بقوة. رؤيتك للسياسة، سياسة السيسي في التتبع لعمليات الإرهاب؟ هو السيسي احنا نحمد له ان هو فاهم المخطط جيدا، وفاهم ان مصر مستهدفة جيدا، وبناء عليه بيتصرف كقائد عسكري بيحاول انقاذ بلد هو مسؤول عنه، فهو في النقطة دي ناجح. يعني في هذه النقطة يعني ما كانش حد هيعرف ينجح اكتر منه. بالنسبة للمنتدى، منتدى شباب الجامعات للتصدي لعمليات الإرهاب أو للتصدي للإرهاب كده، ماذا ترى أو ماذا الرؤية اللي أنت عايزها من الشباب في هذه الفترة مثلا، أو ما تطلبه من الشباب في هذه الفترة وتم توجيهه من حضرتك لهم؟ شوف، أنا اللي باجي هنا المنتدى، وديك شايف أكننا قاعدين في معسكر مغلق على حساب شخصيتك، يعني على حساب حريتك الشخصية، وبروح الفضائيات وبروح هنا لقناعتي بإيه؟ بإن الوعي هو أول سلاح لحرب الإرهاب، لأن الإرهاب يبدأ فكرا، أول ما بيبدأ فكر بيحمله الإنسان في رأسه، والقاعدة تقول سلوك الإنسان وليدا لفكره، فإيه هو الأول بيبدأ بفكر تكفيري علشان بعد كده يديك سلوك الإرهاب اللي انت بتشوفه ده. فإحنا لما بنعمل خلق للوعي من هذا الفكر، هو دي أول حائط صد للشباب، ان انت تخلق في رأسهم وعي من خطورة هذا الفكر وكيفية الرد عليه، عشان حتى لما يتعرض له يعرف ايه يرد عليه ازاي. وهي احنا زي ما قلنا خلق قيادات واعية تدرك حقيقة ما يدور حولها، لان الحقائق بتتم تزييفها في وسائل الاعلام المستهدفين. فاحنا خلق الوعي، واحنا قلنا الاخوان دفعوا ثمن الوعي، الناس قدم دول ناس مش ربنا فوقهم، فاول حاجة خلق الوعي، ودي مهمتنا احنا، ودي اللي احنا بنقوم بيه، وده اللي انا جاي عشان المؤتمر. بالنسبة للمنتج، يعني قلنا يعني بالنسبة للإرهاب اللي موجود أو اللي انت تقدر تقوله للشعب المصري في حقيقة الإخوان مثلا، بالذات عن وضع سيناء وما كان اللي انت تحدثت عنه في المنتدى، من اللي هي 600 كيلومتر مربع، وحقيقة هذا مع حماس وما قاله الرئيس محمود عباس لكم في اجتماعه. هو انا احيلك على ما هو يستطيع السامع ان يصدقني اكثر من ذلك، هي مذكرات هيلاري كلينتون اللي اتنشرت مؤخرا،
قالت كنا نخطط لإنشاء إمارة إسلامية في سيناء لحل القضية الفلسطينية، وقامت الولايات المتحدة بتجهيز 12 دولة للاعتراف بهذه الإمارة فور إعلانها، وكان يوم إعلانها 5/7. عشان كده أوباما طلب من الرئيس السيسي أن يمد مهلة اللي اداها للإخوان 5 أيام، رفض، لأن كان هيعلن الإمارة الإسلامية في سيناء 5/7 وتم الإطاحة بالإخوان 3/7. الأمر الثاني إن 650 كيلومتر مربع دول كان اتفاق اتعرض على مبارك ورفضه، إن يتم إعطاء قطاع غزة 650 كيلومتر مربع، 20 كيلو على البحر و 30 كيلو في العمق، وتعويض مصر بهذه المساحة من صحراء النقب، علشان هم عاوزينهم في الشمال علشان ينشئوا مطار وينشئوا ميناء للدولة الجديدة الفلسطينية اللي هتنشا في قطاع غزة. وبناء عليه كان هيتم الانتهاء من قضية فلسطين على أساس إن هذه الإمارة الفلسطينية بتاعة الفلسطينيين، وبقية إسرائيل أو فلسطين التاريخية هي دي دولة إسرائيل اللي هي كانوا. وعرضوا الكلام ده على محمد مرسي، محمد مرسي ابن. وأنا سألت الدكتور سعد الدين إبراهيم وهو مدير مركز ابن خلدون، وهو العراب الذي عقد عقد الزواج بين الإخوان والأمريكان، وقلت له يا دكتور ليه الإدارة الأمريكية بتدعم الإخوان بقوة؟ هو أوباما أسلم ولا أمريكا اتحجبت؟ فقال لي لا، أوباما أسلم ولا أمريكا اتحجبت، ولكن الإخوان عملوا تنازلات ما كانتش أمريكا ولا إسرائيل تحلم بيها. قلت له زي ايه؟ راح حكي لي قصه ال 650 كيلومتر اللي اتعرضت على مبارك ورفضها والاخوان وافقوا عليها، عشان كده امريكا دعمت الاخوان. والرئيس محمود عباس قال لي انا قالوا لي الكلام ده وانا رفضته، وكتبت مذكره وسلمتها للمخابرات الحربيه المصريه، وكان يرقصها في ذلك الوقت الرئيس عبد الفتاح السيسي. وهي ليه بقى 600 مثلا فقط؟ ليه مش 700 او 500؟ ليه؟ هم من الاسرائيليين انشأوا 400 مستوطنة في الضفة الغربية. 400 مستوطنة دول اكلوا من مساحة فلسطين 12%. والدولة الفلسطينية اللي محمود عباس مفروض يقيم عليها الدولة الفلسطينية اللي هي الارض المحتلة سنة 67، مساحتها 22% من مجمل مساحة فلسطين. فإسرائيل اقتطعت منهم 12% اللي عامل عليهم المستوطنات، فلم يتبقى للسلطة سوى 10%. فمحمود عباس قال أنا إزاي أقيم دولة على مساحة 10% من اللي مفروض أنا أبقى؟ فلا يوجد حكومة إسرائيلية تستطيع إخلاء هذه المستوطنات التي يسكنها 160,000 يهود. ففتق ذهن الامريكان سنة 93 94 94 عن يقيسوا المساحة المستوطنات دي كم كيلومتر مربع، وتعوض فلسطين عنها بارض في سيناء، وقالوا ان سيناء خالية من البشر، ارض بلا شعب زي ما كانوا بيقولوا على فلسطين. فقاسوا المساحة دي وجدوها 650 كيلومتر مربع، فقالوا تعوض فلسطين بيها عن في ارض في سيناء زي يوم 65 بس في الشمال، علشان نعرف نعمل ميناء ونعمل مطار، ومصر تاخدهم في صحراء النقب عشان ملهاش منافذ على. فحسن مبارك رفض والاخوان وافق. ادي 600، ادي مساحه 600. بالنسبه لوضع الانتخابات الحاليه ووضع السلفيين المتدهور في عمليه الانتخابات وانسحاب البعض او بعض المناطق من السلفيين. اولا هي الانتخابات عامه هي كارثه على الجميع، لان الناس ما راحتش الانتخابات بنسبه بقى ضعيفه، يعني ما فيش نسبه. وانا سئلت عن ليه الناس ما راحتش الانتخابات اصلا، قلت الناس لا هي مقتنعه بالبرلمان ولا مقتنعه بالبرلمانيين نفسهم. ايه اللي البرلمان عمله للناس على مدار 30 سنه من ايام حسني مبارك؟
ايوه معاك معاك معاك. فالناس ما راحتش الانتخابات عشان اولا لا هي مقتنعه بالبرلمان ولا مقتنعه بالشخصيات اللي داخله في البرلمان. اما بقى بالنسبه للسلفيين فهم قواعدهم مشتته. يعني ايه قواعدهم مشتته؟ السلفيين اتربوا على ان الانتخابات حرام وكفر، وليهم كتاب اسمه القول السديد بان دخول مجلس الشعب منافي للتوحيد. على مدار 20 سنة بيدرسوا لي القواعد السلفية. فلما انت تيجي تقول ندخل الانتخابات بتعمل له انفصام بين اللي هو درسه وبين اللي انت بتدعوه اليه. فجزء كبير من القاعدة السلفية رفض الذهاب للانتخابات. الامر الثاني، الجزء الثاني من القاعدة السلفية لا يوافق حزب النور على دعم ثورة 30 يونيو لان بيعتبروها انقلاب، ومعظم القواعد السلفية كانت مشاركة في ربع، وهي اللي كانت محاصرة مدينة الانتاج الاعلامي مع حازم ابو اسماعيل، لان حازم ابو اسماعيل ملوش ناس اصلا، ده مجموعة من السلفيين انضموا له. فالقواعد السلفية مقسمة ثلاثة، جزء بيدعم حزب النور، وجزء بيقول الانتخابات حرام، وجزء بيقول ان حزب النور بيدعم الانقلاب. فعشان كده حزب النور اصيب بكارثة. هل يعني تم دس بعض الاخوان في 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 انتخابات السلفيين او في دخول مع مثلا مجموعات السلفيين؟ انا شخصيا ما اعرفش حد من الاخوان دخل على قواعد حزب النور او ما، يعني في المؤشر العام اللي انت شفته يعني في في قرايتك للاحداث. انا من حته ما فيش حد من الاخوان دخل. تقول ايه للشباب المصري والمجتمع المصري في هذه المرحله بالذات التي تمر بها مصر من حيث الاقتصاد ومن حيث مواجهه الارهاب، مواجهه القطاعات الغريبه من الشعب او ما او اللي موجود في على الساحه العربيه؟ للاسف الشديد المسلمون ينفقون مئات المليارات على حروب بينهم وبين بعض. ايه فائدة الحرب في اليمن؟ الحوثيين عاوزين يحتلوا اليمن واحنا بنحرر اليمن من الحوثيين. عاوزين نبشر بشار؟ لا، عاوزين نقعد بشار. والحرب في العراق ولبنان وليبيا، وانفقت مئات المليارات التي تكفي لسد جوع العرب من المشرق الى المغرب ولتوظيف كل الشباب العربي. فدي كارثة. الشباب العربي ويتعرض الآن لكارثة اسمها البطالة، وهي التي فجرت الثورات الربيع العربي. وأنا جاني المستشار أوباما الصحفي، المستشار الصحفي لأوباما، وسألني قال لي يا شيخ نبيل أنت كنت مسؤول جماعة الجهاد وحاربت في أفغانستان وما إلى ذلك، عاوز أسألك سؤال واحد ولو أنت جاوبتني عليه أنا هعمل خدمة كبيرة لعلماء النفس. قلت له اتفضل. قال لي كيف تصنع انتحاري؟ ازاي تقنع شاب في مقتبل العمر ان يفجر نفسه؟ قال انا جاي اسالك من امريكا السؤال ده ورش. قلت له محمد بوعزيزي اللي ولع نفسه في تونس وفجر الربيع العربي اللي انت شايفه ده كله، ولع في نفسه ليه؟ قال لي لسببين، السبب الاولاني الظلم اللي وقع عليه، السبب الثاني ان هو مش لاقي ياكل. قلت له احنا عندنا في مصر 80 مليون جائع و80 مليون مظلوم، قول لاوباما ليلتك سودة. فدي الدوافع اللي بتخدم الشباب. وانا في حوار مره ليا مع قياده امنيه كبيره جدا بطالبه بالافراج عن المعتقلين اللي بقالهم 10 سنين و12 سنه و15 سنه في المعتقل. وقلت له يا سياده اللواء الخطر ليس من واحد قضى في السجن 12 13 سنه خلاص، هو ما عندوش جهد يقاومه، ولكن الخطر في 10 مليون عاطل متخرجين من الجامعه. ليه بقى؟ لان العاطل المتعلم هو القنبله اللي هتنفجر فيه، لان العاطل الغير متعلم ممكن يروح يجيب قفصين قوطه ويقف على الرصيف يبيعه، ممكن يروح شويه جرجير ويقف يبيعه، ممكن يطلع ورا واحد بنا يشتغل يشله شويه رمل وزلط ويبيعه، انما المتعلم مش هيشتغل الشغل ده ابدا، وهيقعد طول عمره يدرس المجتمع اللي خلاه كده.
وهيدرس طول عمره يشوف رجال الاعمال بتعمل ايه والسلطه التزاوج بين السلطه والمال وعنده قدره على تفجير الاوضاع لانه متعلم. هذا الكلام كان سنه 2010 الثوره اندلعت 2011 القياده الامنيه دي اتصلت بيها في السجن وقالت يا نبيل جهز شنطك انت مروح بكره الكلام اللي قلته يا ابني حصل. بالنسبه لتشكيل داعش وخطورته على المنطقة العربية كيف تم تشكيله ومن أي دول تم تشكيله وبالضغط على الدول العربية أو كيف دخلت الدول العربية بالطريقة؟ هي داعش بدايتها كانت في سجن بوكا وهو معتقل كبير أقامته الولايات المتحدة الأمريكية عندما دخلت العراق. وهذا المعتقل كان يضم ما يزيد عن 12 ألف معتقل وكانت مقسمة المعتقل قسمين، قسم بيعامل معاملة سيئة جدا وقسم بيعامل معاملة حسنة. القسم اللي بيعامل معاملة حسنة اسمه قسم المتعاونين، اسمه قسم الايه؟ المتعاونين. واحنا قابلنا اخوة لينا كانوا في جوانتنامو وتم ترحيلهم للسجون المصرية والتقينا بيهم وقالوا لنا على التقسيمة دي برضو كانت موجودة في جوانتنامو. فكان ابو بكر ابراهيم البغدادي اللي هو ابو بكر البغدادي دلوقتي ده كان في الجناح اللي بيسموه المعتدلين وكان معه مجموعة واتفقت مع المخابرات الامريكية انها تفرج عن مجموعة من المعتقلين التكفيريين التابعين له مقابل تدريبهم وتسليحهم واشراكهم في الثورة السورية لشكل ضد بشار الاسد. وبالفعل اتفتحت لهم معسكرات في الاردن وتم تدريبهم لحد ما الاردن اعترضت نقلوا هذه المعسكرات الى تركيا واطلقوا للمراكز الاسلاميه التي تسيطر عليها المخابرات في جميع انحاء العالم اطلقوا لها العنان في تجنيد الشباب من اوروبا وامريكا الشباب المتطرف. فكان الشباب المتطرف يحصل على ثمن التذكرة وعلى رصيد في البنك يسمح له بدخول تركيا. لان انت لما تيجي تسافر من هنا تروح تركيا لازم تجيب جواب من البنك ان انت معاك ما يوازي 5000 دولار والا ما تدخلش تركيا. فمين اللي بيحط له الرصيد ومين اللي بيقطع له التذكرة ومين اللي بيستقبله في اسطنبول ومن اللي بيدخلوا معسكرات التدريب ومن بعد كده اللي بيأهلوا لدخول سوريا. كل دي دول بتنفق على صناعة الإرهاب وكانت أمريكا وإسرائيل وتركيا وقطر من أبرز الداعمين لهذه الجماعة وأنشئت معسكرات تدريب لهذه الجماعات. أيوة معك كمل. وأنشأت معسكرات تدريب لهذه الجماعات في الداخل التركي وأنشأت مستشفيات ميدانية لهذه الجماعات. فدي بداية داعش وبداية صناعة. طب ليه أمريكا قلبت على داعش؟ داعش تصدت للعصابات في العراق وتصدت للأحزاب الشيعية أو الميليشيات الشيعية فنالت قبول عند أهل السنة رغم أنها كانت عنيفة جدا حتى مع أهل السنة وقتلت من أهل الأنبار 1500 واحد وقال ذلك الشيخ علي الأنباري رئيس قبائل الأنبار. ولكن عدد كبير من الضباط البعثيين الذين رفضهم المالكي من الجيش العراقي وحرمهم من المعاش وكانوا يتسولون في شوارع العراق انضموا الى داعش مقابل الحصول على 500 دولار في الشهر. هؤلاء الضباط بعثيين تابعين لحزب البعث ويحملون الكراهية الشديدة الامريكا التي ازالت نظامها. فقاموا بتنفيذ معركة الموصل واستولوا على الموصل وموارد الموصل وضموها لتنظيمهم الجديد اللي هو داعش. وقد صرح كيري وزير الخارجية الأمريكية قال فقدنا السيطرة على داعش بعد معركة الموصل. يعني قبل معركة الموصل
كان داعش تحت السيطرة. فالضباط البعثيين اللي في داعش أصبحوا يتحكمون في مسير داعش اللي في العراق، فلذلك قامت أمريكا بعملية ضرب داعش لإعادتها إلى حظيرتها وليس القضاء. بالنسبة لدخولهم في ليبيا، لا هو ما بيدخلوش لا في ليبيا ولا في مصر. اللي بيحصل ان داعش تحمل الفكر التكفيري، والفكر التكفيري منتشر في العالم العربي من المحيط الى الخليج. فداعش بتطلب من الجماعات التكفيرية انها تنضم الى تنظيم داعش مقابل الدعم المادي واللوجستي. فالجماعات بيعت داعش مقابل الدعم المادي واللوجستي، وقال ان هم من داعش، انما في الحقيقة هم مش داعش. يعني أنصار بيت المقدس يعني هي مبايعة فقط من الجماعات دي لداعش، لكن ليس وجود لداعش لا في مصر ولا في ليبيا. لا ما هي بينقلبوا بقى بينفذوا تعليمات داعش. شكرا.